بس هي هاي الكميات اللي نبيعها اردختي مالي، بس هاي الكميات اللي نبيعها بشكل يومي راح تسد مصاريف الدوله من الدينار العراقي. يعني نعرف ان البنك المركزي وزاره الماليه تبيع الدولار اللي اساسه نفط للبنك المركزي، وتاخذ عراقي بمكانه توزع برواتب ويعيش به العراقيين بشكل عام. هاي تكفي المبيعات اللي نبيعها، تكفي مصاريف الدوله، رواتب العراقي وغير امور اخرى. طبعا اذا نحسب العراق اليوم وارداته بالسبعين مليار دولار، قضية بيع النفط 3,500,000 برميل نفط ب 65 دولار في 350 يوم، فهذه نحتاج احنا الى يجوز ما يقارب ال 40 مليار حوالات تطلع للخارج وتجيب بضاعة بهذه المبالغ، بضاعة استهلاكية واستثمارية، ومقابلها الحين يرجع دينار، يعني من التاجر يرجع دينار يمكن من خلاله اذا وصل الى هذا الرقم. زين. الى اليوم اذا نبيع باليوم مثلا 200 مليون دولار قد لا يكفي، يحتاج الى مبلغ اكبر. واذا كان هناك خطوه للبنك المركزي باعتبار ان الكتله الماليه الديناريه هي لحد الان 87 تريليون دينار عراقي مطبوع وبايدي المواطنين وفي البنوك، اذا بالامكان اضافه 13 تريليون اخرى بسحب 10 مليار دولار من الاحتياطي الموجود بالفدرال الامريكي وتحويله الى ذهب ويعتبر رصيد داعم للدينار العراقي، اضافه كتله نقديه جديده يعتبر فضاء اخر يمكن ان تناول فيه الحكومه في توفير النقد وصرف الرواتب الشهريه للموظف.